وتمارس رياضة التزلج. أبو يوسف شلون الأمور؟ طبعاً الأخ من الإمارات أبو يوسف على الهواء مباشرة أنت الآن. صراحة شلون الوضع؟ 100% ما بردت فوق؟ برد صراحة، برد شوي مو بس الأجواء طيبة. أجواء طيبة، أيوة. تنصح أصدقائكم زيارة أرمينيا؟ أيوة حد 4 أيام. ما شاء الله ما شاء الله، هنا كثير من العوائل الإماراتية اليوم. أصدقائنا الأعزاء طبعاً جولتنا في صاد كاسور اليوم انتهت تقريباً، راح نودع صاد كاسور وإن شاء الله نلتقيكم في بحيرة سيفات. إلى اللقاء، أنتم مع أرارات السياحة. Happy New Year.